السلام عليكم لا فامي، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وبافضل الاحوال. اليوم الخوت فرحان، واحد الفرحه اللي ما يمكنش. علاش؟ حيت اليوم غادي نحقق باذن الله واحد من بين الاهداف اللي كنت شحال هذه وانا كنحلم بهم الخوت. بلا شك من خلال عنوان الصوره المصغره غتعرفوا شنو هو الهدف هذا يا كاين. أيوة. وعرفتي الخوت هاد الحاجه شحال وحنا كنتسناو فيها، راه ما يمكنش الخوت شحال وانا كنتسنى دابا شادين واليوم شادين طريق باش نمشيو نجيبوا ديك الحاجه. وبلا شك غادي تعجبكم ديال بصح. بغيت نقول لكم بلي ديك الحاجه الخوت اللي غادي لها دابا راه غاليه بزاف، يعني راه غالي دايره الثمن ديال بصح اللهم بارك. الناس اللي كيفاش، ولكن انا الخوت شوف انا شي حاجه اللي كتكون الشهوه ديالي فيها ما كتهمنيش فلوس، المهم كتهمني هو انني نشري ديك الحاجه ونحقق ذاك الهدف. جبان لك؟ انا عاجباني. ايوا بلا شك بغيت نقول واحد الحاجه الخوت هين راه ما عندهاش مع الحيوانات، داكشي علاش انا قررت انني ناخذ هذا الببغاء. المهم اخوتي نتوما في الكومونتيرات قبل ما تشوفوا الفيديو خليو لينا شنو هو غادي يكون هذا الحيوان. راه باين راه شافوه من المينياتير وشافوه من العنوان. ويلي ويلي انت يا المينياتير. اش غتحط؟ اش غدير في المينياتير؟ برافو عليك هي يلا الخوت بلا ما نطولوا عليكم دابا ليتس جو. رجعت كنتريني الخوت، العضله راه غاده اللهم بارك. انا الفيسيس. ايوا الفيسيس بطاطا غاده، البطاطا كتكبر اللهم بارك. خلات اختي حنان ها هو عشيري الجديد. قول لهم السلام، قول لهم السلام. شو ها بطيقه الصيد اش كيدير؟ كنا خذ الريعة سبحان الله. شوف كيف القشرة نخلي ايه شو كيش الضب من قارو هو يا شي. وشو هذا هو شيري الصديق المفضل ديالي الجديد. كول شو الخوت كنا قز الريعة. شنو غتسميها ما؟ باقي 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 ما لقيتش ليه السميه. شوف دابا راه كيجي التليفون غريب الخوت. هذا لي داك الصوت اللي درتي قبيله. حيد لي الزريعه. دابا صافي ياك. نسدو عليه دابا. الخوت بالنسبه للسميه اللي غنسميه باقي ما عرفتش نسميه، خليو لي السميات في لي كومونتير نتومايا ونشوفوا شنو غادي نسميه. السميه اللي غادي تعجبني غتكون ناضيه غادي نسميها لي ان شاء الله. صافي هند كي جاك زوين؟ لا زوين تيمون ديالك عجبك؟ اه عجبك والله. واه دابا خاصنا هاكي وكلي هي نتاقلم معاه. يلاه وكلي علاش ياكي شي وحده طويله هزاها. انا راه كنخاف عبد المبي. شوف باش شي حاجه تحيه خويا يونس خويا باش شي حاجه مرحبا بيك. عندنا اي لعيبه ديال الطيور مرحبا ياك يا شيخ. بالنسبه للنمره 06 36 59 91 37. اللي بغى شي حاجه في الطيور اي حاجه في الطيور مرحبا بيك. الطير اللهم بارك لا كي هين شد لا خلي ما نوريش الماكله خلي يديري الصوت اللي دار كبيره. ها وكلي بعدا وحده تشديني وحده سيري وكلي وحده ما تخافيش. هاك خوت هاك خوت خوت تخافي شاهين على الحساب. صافي مقوال سبحان الله كيكون في الزرع. اه هذا واحد الفم غريب الخوت سبحان الله. شوف فم غريب اخي كيعجبك خويا نور. كدير الدار وتحطه هذا هو وخا ندير وقيلا شي 12 درهم وغادي ندير لهم ولا شادو اللوينات اللي فيهم. واخيرا الحمد لله الخوت احنا دابا جايبين معنا الببغاء ديالنا انا وهند. تا هو شاد بلاصه كيجا كاين شاور لور شي بلايصو فين شاده الخوت.
واش هاد اللور هنايا. الحمد لله تمت العمليه بنجاح الخوت، وبغيت نوجه تحيه كبيره خويا عبد النبيل اللي شرينا ما عنده هذا، وتحيه كبيره خويا حمزه وخويا يونس اللي كما كانوش هما ما كنتشغلش شريه الدباغه هذا الخوت، وما بغاش يعيشوا معنا شي تجارب اللي هربانين بزاف. هادو هادو راه عندهم واحد الكاركتير الخوت الدباغه، راه بحال البنادم بنادم مريح معاك سبحان الله العظيم، كيدويو كيحسوا بك فهمتوني شي حاجه راه هربانه. يلا غادي يولفوا تانستالا وداكشي يلا غادي يلا دابا غيولفنا الخوت وراه جبنا ليه الماكله ديالو، راه غادي تشوفوا غادي نوصلوا للدار وغادي نوريكم بلاصه فين غادي نحطوا باذن الله الخوت. هو دابا راه شاد بلا يصلو جاتو غريبه دابا ما عمره خرج بحال هكا في الطوموبيله وغادي كيشوف بحال ما قدر، جاتو شي حاجه غريبه دابا والله. هو الشوك يا بسم الله باقي حير في السميه الخوت، ما عرفتش شنو غادي نسمي. صلاه سلام على رسول الله الى شو يشوف فيه من الاول ده. مرحبا بك في طرق جديده. يلا غيش حلي الباب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا بسم الله. واخيرا الخوت دابا حطينا ليه البلاصه، ها هي البيصه ديال الخوت. خلينا دابا نكونسونطي هنا، اجي نحك الكراسي معصب. باقي الخوت دابا راه ما مولفناش باش تعرفوا، باقي دابا ما مولفناش وواجدنا هاد البلاصه هادي. انا كنخاف منه من خوت انا يعني فهمتوني. نوع علاش خدا خدا هذا قال لي باش تعقل مع الحيوان. السبب السبب عاوتاني اللي خلاني الخوت، بغيت نربي كلب قلت لا الكلب كيجري على الملائكه. بغيت نربي مش كاين الحساسيه فهمتوني. الحل الوحيد اللي خلاني ما كيبغيوش المشاش وداك سميتو، الحاجه الوحيده اللي خلاتني نربي سميتو باش هي تتاقلم مع الحيوانات، حيت هي راه خوافه كتخاف من الحيوانات بواحد الشكل اللي بزاف. وما تنساوش خليو ليا في لي كومونتير الخوت شنو هو غادي نسمي هاد الفرخ، ضروري تخليو ليا الاسماء وغنشوف نشوف السميه اللي غادي تعجبني. قول لي نحك لك راسك خليك اجي نحك لك راسك. زيد زيد حك لك راسك. زيد 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 حك لك راسك. شتي زيد حك لك راسك. زيد زيد حك لك راسك. زيد اجي نحك لك راسك. زيد زيد حك لك راسك. اجي نحك لك راسك. زيد زيد نحك لك راسك. زيد الخوت راه قبيله كان كيخليني نحك لي راسو ما عرفتش واش ودابا راه ما فهمتوني مع بدلت لي البلاصه ما عرفتش علاش واش بدلت لي البلاصه ولا شفت الضوء اضاءه ولا باقا ما تاقلمش. هي اجي نحك لك راسك. شي معصب شي هي الدار ما كنت دافع على راسو. قال لي لا خليه هنايا 3 ايام سميتو بما يتاقلم مع سميتو ديك الساعه عادي. ملي غيتاقلم معنا الخوت غتشوفوا معنا في لي زيطاب باذن الله ضروري كيفاش غادي ندريسيه وكيفاش فوقكم راه ناضي في الدريساج وغادي نوريكم كيفاش غيولي. قبيله راه قال لنا السلام قبيله مع بقينا كنهضر قبيله راه هضر. قبيله هضر الخوت. وما تنساوش تخليو ليا في لي كومونتير الاسم ضروري 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 تخليو ليا السميه بغيتكم نتوما الناس اللي عزاز عليهم يخليو ليا السميه. شي راه كيتصانط دابا راه كيسمع دابا انا غندريسي واحد الدريساج اللي زوين وغادي يعجبكم باذن الله ونحفظوا القران وشي بزاف ديال الحوايج باذن الله. وكنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم. اجي نحك لك راسك عاوتاني شوف ولا ما يبغيش انا نبعد انايا تشوف. اجي نحك لك راسك. زيد زيد نحك لك راسك. زيد زيد اجي نحك لك راسك. زيد 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 نحك لك راسك. زيد نحك لك راسك. شي دابا ما يبغيش انا راسك نحك لك. انا راسك انا راسك. زيد انا راسك انا راسك. شي ما بقاش مامن دابا باش تعرفوا الخوت راه كروشة فيا. عضني واحد العضة ما نعاودش ليكم كان كيوكل فيه. عضني واحد العضة بعدا ما باقي ما ولفش. ولكن هو ماشي عضك بدون قصد حيت حتى بغيت شي زريعة والله حتى عضني بالله ما حطيت لي الزريعة ومشى ليا صبعي ديريكت. هما الخوت كنتمنى الفيديو يعجبكم ونكونوا خفاف ظراف على القلوب ديالكم. السمية ضروري غنبقى ديما نقولها لكم باش نسمي الخوت. علاش خصني نسميه في أقرب وقت باش نتاقلم سميتو باش يتاقلم معاها. هنا كيسالي الفيديو ديالنا الخوت كنقول لكم تهلاو ليا في راسكم. السلام عليكم.